السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. راح نحكي لكم ان شاء الله اليوم على واحد المبادرة تطوعية جديدة في الجزائر. راح تكون هذا السبت ان شاء الله 13 مارس 2021. ماذا بيا الناس اللي تسكن في وهران، وخصوص بالخصوص الاطباء، وخاصة الاطباء المقيمين اللي ان شاء الله راهم يسمعوا في هذا الفيديو. ماذا بيا تحضروا معنا يوم 13 مارس 2021. راح نروحوا لواحد المنطقة نائية واحد 20 كيلو على وهران، سموها قدار في بلدية العنصر. صح، هذه المنطقة يعني فيها ناس يعني منكوبين، يعني الناس يعني واصلين لواحد الدرجة من البدائية ومن الفقر. يعني الله لا يشوفكم، الله لا يوصلكم هذيك الدرجة. يعني هاد الناس مساكين ما عندهمش ممكن حتى لي مويان باش يروحوا لوهران يفوتوا على رواحهم. فاحنا راح ان شاء الله كاطباء متخصصين، وراح ان شاء الله وعامين كذلك، وكذلك كممرضين، راح نخرجوا لهذا المرضى ان شاء الله برفقة يعني بعض الجمعيات، جمعية إن شاء الله تكون جمعية طبية، جمعية سياحية، وجمعية اجتماعية كذلك. ورح يكون كذلك ممثلين من مديريات مختلفة، منهم يعني من ضمان الاجتماعي لاكناس، إن شاء الله يخرجوا معنا باش إذا كان كاين مرضى يسحقوا بريزون شارج في لاسيكوريتي سوسيال ولا كاع، راح يعاونوا، راح يكونوا معنا إن شاء الله ويسهلوا يعني لهذا المرضى كل الإجراءات. فهاد المبادرة هي برعاية الوالي تاع وهران كاع أون بيرسون، وراه داير رعاية لهاد المبادرة، القافلة الإنسانية إن شاء الله. وزارة مديرية الصحة تاني راها إن شاء الله تكون تعاوننا إن شاء الله بديزاباري. حنا تاني إن شاء الله راح نخرجوا وراح نجيبوا معنا ديزاباري، ديكليكوماتر، ديزو سي جي، ديسبيرومتر، إن شاء الله راح يكون فيها يعني بعض العتاد. فالشيء اللي نطلبه من الزملاء تاعي الأطباء هي أنهم يجوا يحضروا معنا ويعاونونا، باش لأني أنا ك يعني أنا اللي راهم مكلفيني يعني بين قوسين راهم مكلفيني باش نعرض الأطباء. وللأسف يعني تأخرت شوية لظروف معينة، تاخرت باش يعني ندير لكم هذا لانونس ونخبركم، وباش نعرض ثاني كذلك الزملاء تاعي. فنتمنى ان شاء الله يعني تحضروا بقوه واش نعاونوا هذا المرضى ونخلوا هذه السنه الحسنه اللي راه جديده في بلادنا. يعني القوافل، انا على حد علمي ما قوافل يعني اطباء هكا كيتلموا ويخرجوا في منطقه نائيه يديروا فحوصات ويديروا ديبيستاج، وثاني المرضى اللي مساكين يعني ماشي غير ديبيستاج، راح يكون الهدف تاعنا ديبيستاج، وكذلك يعني المرضى اللي يعني يتبعوا الامراض ولكن مونك بار مون دو موايان مساكين ما يروحوش يزيدوا يسويفوا على روحهم. فاحنا راح ان شاء الله نديروا لهم ثاني لا سويت على بريزون شارج تاعهم، راح نفيريفو لي تريتمون تاعهم، راح نفيريفو الصوالح تاعهم، وان شاء الله ما راحش يكون يعني مرضى بزاف. يعني ما توقعوش باللي غادي تقعدوا نهار كامل من الصباح حتى الليل، راح ان شاء الله يكون يعني نصف يوم، يعني تكون تبرعوا لنا بنصف يوم من حياتكم ان شاء الله، راح تسنوا لنا سنه حسنه في الجزائر باذن الله. فان شاء الله يعني الجزائر الجديده يعني حنا اللي نبنوها، اذا كان فعلا يعني الجزائر جديده ان شاء الله كل واحد تكون عنده بصمه في هذا الشيء. فاحنا نطاقوا من انفسنا كاطباء، ماذا بينا نديروا هذه المبادره، وماذا بينا تخرجوا معنا ان شاء الله يوم السبت من كافه التخصصات. اللي عنده اللي ما يقدرش يجي ثاني يعرض صحابه يسلهم هذا الفيديو ولا يخبرهم يقول لهم بلي السبت راه كاين في قداره، في منطقه قداره يعني مبادره تطوعيه ان شاء الله، راح يكون كاين تماك واحد اللي يكون راح نتلائموا فيه ونجيبوا الماتريال والصوالح كما قلت لكم. يعني كاين ناس اخرين، وكاين كذلك هدف سياحي من هذه المبادره، لان هذه المنطقه يعني منطقه شابه على حسب ما قالوا لي، كاين فيها غابه عائليه قد تروح يعني يعني الناس العائلات قد يروحوا لها يتجولوا فيها. فهذا ثاني هدف لهذا الاخر. ثاني كذلك الناس الاخرين ماشي غير الاطباء المعروضين، الممرضين بيان سور، ولا الناس اللي باغي تعاون يعني باغي تشوف المرضى وراهم واقعين، الناس المتطوعين كافه المجالات، صيادله كذلك ماذا بينا يجوا معنا، اللي عنده دواء يبغي يمد في سبيل الله، كل هادو ماذا بينا يجوا معنا ان شاء الله لهذه المنطقه. اللي ما عندهاش ثاني ترونسبور باش يجي، حيكون ان شاء الله ترونسبور في 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 جمعيه القلب المفتوح لالا في سان بيير باري مستغانا مسحا. كاين واحد كاين واحد الاقامه اسمها لا ريزيدونس كليمونتي صحا، تماك ان شاء الله مع 8:30 8:30 راح يكون انطلاق تاع المبادره باذن الله. فما تحشموناش ما تخيبوناش يعني كاطباء، ان شاء الله يكون حضوركم قوي من مختلف التخصصات. قال لي عنده واحد صاحبه ماذا بينا يخبره، وما تحشمونيش انا ثاني، لان يعني انا يعني كما قلت لكم راه مسؤوليه يعني تاع دعوه الاطباء على عاتقي. ان شاء الله نتلاقوا يوم السبت ونديروا ونسنوا سنه حسنه باذن الله اللي راح تدوم في وهران في في كافه ولايات الوطن، ان شاء الله تنتشر باذن الله بفضلكم وبفضل الله عز وجل. فما تحشموناش ونعاودها لكم، ما تحشموناش ونشروا هذه الفكره ونشروا هذه المبادره، وربي يجازيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.